بسرعه العصابه كده الناس كلها الوحيد قلت اهو بسرعه نقطه تقلب بسرعه بسرعه الله يخرب بيته من حاله يا جماعه انت عارف ايه حسومه العالم من خلاص كم مره هرب هالمجرم هاد يلا عبالة جاهز مشان نروح نروح لو بدنا نروح يو نروح نعزي الجماعه شبك كانه خايف انت لا لا ما يخايف اي خايف انا جاهز يلا انا جاهز يلا بسرعه ما حد يحس علينا ما حدا له خبر غير الدوج عبالة نايم يلا فورا والله يسترنا الطلعه هلا وقتها هي امشي يلا شوفي شو هالصوت في صوت تاكسي شو انت وحشي ها بدي اقطع شعر النحل داخل النحل يخرب بيتك يخرب بيتك لابسها جني هاي اتصل على عبادة اشوف فاولة لسه يخرب بيته صار الظهر امي عم تصل فيني معناها اللي ببالي صح انا طالع مع ابوك على تعزية ابن الامليلة فهمت ليش تركتيني مع ولدي بدي اعزها بتعرف اذا تطلع من البيت اجي اطربشك طلع من البيت ما في فهمت انت احسن من خدوج يعني ليك قاعد بالبيت وسيبتي خليك بالبيت ما راح نتاخرنا احنا ولك وين لم العالم كله علي يخرب بيتك من حالك يا لطيف اتصل على عبادة اشوف شو عم يعمل الو ايه يا ابو الزيك شبك حبيب الملايين وحبيب ولا حبيبنا لا تقولي مالك نازل بس استناك بالحديقه تحت بيتكم انا لك ما راح احسن انزل ما راح احسن ولك البيت اذا مالك احترق انا ما بعرف شيء قلت شيء الارض الله لي وصاها لك انت ايش عم تعمل ولك مجنونها والله مجنون يخرب بيته بده يربي البيت ايه يا ابو الزيك ما راح احسن انزل منه تركين عندي البيت مجودة والله إذا بدركوا ليحرقوا البيت كلياته طيب استخدم طريقتي المعتادة حبة منوم اكسحوا فيها وخلينا ونزيل انت بسرعة بتصدق فكرة حلوة؟ يخرب بيتك ما خطرت على بالي ولا شجعت كسرت مجودة مجدودة
مجدودة مجدودة. خذ اشرب عصير شاي. خذ شو عصير عن جد؟ هات هات هات. مين طفى الضوء بعد؟ مين طفى الضوء؟ يس ممتاز. هلا اصبح احسن بطع وانا مطمن كمان. لفوه هذا القاتل المأجور عم تدور على الدولة. يخرب بيته لك هالطالع على البناية عنا. اتصل على الشرطة فورا. الو الو الشرطة الشرطة. ايش قصة سيارات الاسعاف كلها تقريبا من جنب بيتنا؟ صار سيارتين عدول. ما بعرف ابو عبادة والله غريبة. يا لطيف الصاير هون ليش الشرطة مطوعة المنطقة كلياتها؟ ليه؟ ليقوم في شي يخرب بيتك. لا انت هون فكرتك بالبيت فوق انت. ايش في يا شو تحسين الصاير؟ القاتل المأجور اللي عم تدور عليه الشرطة طلع عندك على البيت صار فوق. نعم راحوا الولاد. مجودة مجودة شو هاد؟ ايش عم بصير هون؟ ولك انتو شلون قدرتوا تربطوا للمجرم؟ شلون؟ ولو شغلتنا هاي صح مجودة؟ صح. ولك شفت شفت اولادي انا ابطال ابطال. اي الله ابطال ابطال. لك حكونا كيف قدرتوا تعملوا هيك؟ ماشي احكي لنا انت مجدودين. حاضر حاضر. القصه ما فيها انا كنت نايم سمعت الباب عم يندم قمت فتحت الباب ولا لقيته واقف على الباب وبايده مسدس. شو بدك بس تزيني. ايش بدك؟ جيب لي ورق شوب بسرعه. يلا حاضر فورا. يلا قولي ايش عامل؟ ايش عامل؟ مجودة في حد من اول استخدم عبادة استخدمه انت بسرعة حطوا له مي. طيب والله ليكو رايح استخدمه فورا. مي هاي مي يا عيني عليك ما قلت لك بينشد فيهم ظهر.
انتو جيتو؟ ابو عبادة جاهز؟ جاهز جاهز وناطر الاشارة. اذا حلفتلكم مالي خبر ما بتدقوا وبعد قليل على ابو عبادة. تعالوا